السلام عليكم مشاهدينا الكرام ورحمة الله وبركاته، أحييكم في هذه الحلقة من مطارحات في العقيدة. موضوعنا لهذه الأمسية علي عليه السلام والقتال على التأويل في قسمه السادس. أرحب بسماحة آية الله سيد كمال الحيدري. سماحة السيد، في الحلقة السابقة طرحتم مفهوما جديدا حول النفاق والمنافقين، أسميتموه بنفاق عصر التأويل. ما هو المقصود بذلك؟ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان.